قص يا حبيبي. ها؟ قص. لا لا ما قص على. ما قص على. روح. ايش دي كم النسخة؟ 51-28 بابا. الحمد التليفون على بامت. لا جاك. الزبدة. يلا نشوفكم في السبيشل. يسولفون لنا يقول واحد من الشياب يقول عنا ذاك السنين غزينا الشمال وبرصاصة واحدة جبت لك ثلاث ريجين حاشا ماتريكس مو بشايب حنا كذا ايوه قال حتى اسألوا فهد بن ناصر ومن هو فهد بن ناصر الله يرحمه ايش ايش اللي ايش دجاج تلو ونعمة ترية يعني دجاج الوطنية حق تيوك ودخان أنا ماني فاهم وش قصدكم بالضبط عبد الله طبعاً سوى شيء جديد اختفى فترة هو عبد الله بس رجع فعلاً رجع نفس مستواه يعني عبد الله ما شاء الله يعني أنا نوعا ما كنت هادي فعبد الله يرجع الجمهور كويس يعني العيادات الخاصة دائما في اربع رسالة نسك حريم يلبسون باطو حق الدكاترة ليش؟ يعني وش الامرجنس اللي بيصير؟ حصة راحت الاوراق حصة راحت الاوراق انقي ملف المريض استعدام صراحة اول مرة قابله صراحة نزل قبلي وخوفني صراحة اول نزوله الناس تحمست معاه و خفت انه ما اقدر اعطي للجمهور زي ما هو اعطي بصراحه يعني رده الفعل لسعدان كانت جدا رائعه تخوف نفس الوقت هذول تعبوا سبع سنين عشان يلبسوا باط ابيض زي كذا بعدين يجيك كل عياده في واحد ارسم واحد بالعالم مشخص حاط نشا كوبرا صدق على راسه مو مشمار عبد الله السعدان صوته صوره ايش اقول لك يعني ككوميدي هو من أكثر الكوميديين اللي في السعودية اللي وجود فيهم من بداياتهم و يعني كان هذا الشو كان تكملة سلسلة الإعجاب فيه الصراحة وأداء كان ممتاز جدا ما خيب ظني ويجيك الصوت الناعس شفت المراسيم للرجل الوسيم هذا الرجل الوسيم اللي سمو بيحن عندك مشكلة بعد الأخت هل عندك موعد؟ لا والله ما عندي موعد دقيقة لكن حسيت بفقد حنان قلت خلني اجي صوتك الناعس يدفيني وفر يا شيخ برجع للدكتور بدر صح انه عنده شو يشلي لكن اول مره يطلع على المسرح بدأ شو بدأ قد يكون ستاند اب هو المجال الجديد حقه يبدا يوازن بين يشلي والمسرح يعني كاظم الصاهر جاي اشتريت تذكرته عشان اتفرج عليه يغني ليه خلينا نغني؟ بدر صالح بداية قوية يعني ما شاء الله عليه أول مرة يطلع كستاند اب كوميدي على المسرح لكن أبدع عنده قدرات ارتجالية غير طبيعية وحضوره ممتاز جدا على المسرح نزلت للبحر
طيب انا لو ابى اغني في حمام بيتك ببلاش. كاول مره يعني انا كان همي افتكر، ما كنت شايف الجمهور، يعني الصف الاول انا بكلمه وما شايف نور، انتوا الصف الاول ما كنت شايف. في الانترنت كان في حاجه اسمها دايل اب ابو 600. الدايل اب عباره عن سلك تشبك على الجدار على التليفون نفسه وتسوي اتصال، تتصل على الشركه عشان يعبروك ويردوا عليك ويعطوك انترنت بس. اللي عدم اللغه تماما، مصري يحاول يتكلم السعودي، ده السعودي يتكلم مع الهندي. ايش هذا الكلام؟ ما يجي هذا الكلام، ما يسوي كده يا جون، هذا الكلام لا يجي. فهد يعني انا نزل يعني البعض اسال كيف فلان مسوي، كيف فلان مسوي. فهد نزل ما سالت عنه، انا عارف اساسا، وانا رايح راجع اسمع ناس تضحك، يعني ما احتاج. يعني فهد بصراحه، فهد واحد احنا نتعلم منه. ايش؟ اي والله شيء ضيق الصدر. مش انا هنا اخوي يقول لي فهد يكفي انه هذا سبيشل له، يعني اول كوميديان يسوي سبيشل السعودي بالسعوديه، لانه صعب تكون سعودي تسوي برا. ما شاء الله عليه، ملا وقته ماتيريال جيد في كل النص ساعه وال40 دقيقه اللي قعدها، وجات له ردات فعل او ضحكات جدا قويه. خلصت الصدارات هذا، رحت المطار، قطعت بوردينج، طلعت البوردينج بكره الساعه 9 الصبح. رجعت للرجال، بوردينج غلط. اوكي استاذ فهد، تبي تبي الحين ولا بعد شوي؟ مواقع تجربتي الشخصية هذا كان أكثر عرض منظم للاكجري ايفنتس. الشباب ما شاء الله تعلموا من أغلاطهم كلها السابقة، وما سمعت شكاوي عن الترتيب، وفخور فيهم بصراحة، لأن يعني من بداية تبقى كتبات.